السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ألو مكملين، حلقة فلسطينية المذاق والمعنى والمحتوى والانتماء، حلقة مقدسية الهوية، حلقة بتتكلم عن 70 سنة من نكبة الشعب العربي والإسلامي والفلسطيني داخل فلسطين. حلقة بتتكلم النهاردة عن إزاي الفلسطينيين بقوا أرضهم. مش بيقولوا للناس دلوقتي في المناهج التعليمية في بعض الدول العربية ومنها مصر إن الفلسطينيين هم السبب؟ الفلسطينيين باعوا أرضهم؟ كنت دايماً وأنا صغير بقعد أفكر زيك كده، هي إزاي الناس سكتت على احتلال فلسطين؟ إزاي كده جم خدوا مننا فلسطين ورفعوا علم وقالوا دي دولة تانية؟ وقالوا لنا اقعدوا أنتوا في مخيمات اللاجئين. بس اللي شفته امبارح بيقول إن العجز بيعمل أكتر من كده، عجز الحكومات العميلة، عجز الحكومات المتآمرة، عجز الخونة اللي بياخدوا أوامرهم من بره بلادهم مش من شعوبهم. وبرضو سؤال، كانوا دايما بيقولوا إن الإسرائيليين بيقولوا إن يا جماعة أصل فلسطين دي دولة بلا شعب، أرض بلا شعب. بس السؤال برضو اللي دايما كنت بسأله لنفسي، أمال ليه في لاجئين لما هي أرض بلا شعب وإنتوا جبتوا شعب وعملتوا دولة؟ إزاي كان في لاجئين؟ ازاي اللاجئين اللي في الاردن وفي لبنان وفي سوريا وفي مصر وحتى راحوا تشيلي والارجنتين، ازاي الناس دي اصبحت لاجئين طالما هي ارض بلا شعب؟ طلع كل اللي كان بيتقال لنا كذب، طلع فكره ان الفلسطينيين بقى ارضهم اكبر وهم واكبر كذبه قالها حكام العرب علشان يبرروا تخليهم عن الارض العربيه في فلسطين. طلع ان هم كمان عملاء، وإن العملاء بيجيبوا عملاء، وإن اللي حصل في 23 يوليو في 52 كان من مبادئه إنهم يحرروا فلسطين. بس الواقع بيقول إن نفس العساكر اللي بتحكم من 52 لحد النهاردة وافقوا إن القدس تروح، وافقوا على إن فلسطين قضيتها تنتهي. محمد حسنين هيكل صندوق أسرار جمال عبد الناصر لما سألوه قالوا له إمتى هتتنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب، تل الربيع يعني، إلى القدس؟ قال في حالة واحدة بس، لما السعودية توافق ومصر تسكت. واضح إن السعودية وافقت وباعت، واضح إن مصر خرست وتأمرت وباعت. وأنا أشعر بالعار إن أغلب بلادنا العربية ما طلعش فيها مظاهرات على الأقل ترفض نقل السفارة. أشعر بالعار إن إحنا بقينا لا حول لنا ولا قوة، بقينا ساكتين وخرصانين على الآخر، حتى التظاهر ما بقيناش بنتظاهر. امبارح فكرت حضراتكم بالثلاث قوميات اللي ليهم ثلاث مواقف مشرفة في فلسطين. عمر بن الخطاب العربي اللي فتح فلسطين وضحينا بأكثر من 27 ل 32 ألف شهيد عشان المسلمين يفتحوا فلسطين. بالعرب اللي جم من الجزيرة العربية، اللي جم من قريش، اللي جم من مكة والمدينة. بعد كده فكرتكم بصلاح الدين الأيوبي الكردي اللي فتح فلسطين، بس قبل ما يفتح فلسطين، قبل ما يروح يحرر القدس، طهر كل المناطق اللي حواليها من الخونة والعملاء والمجرمين. بعد كده فكرتكم بعبد الحميد خان الثاني ابن عبد المجيد سلطان المسلمين وخليفتهم، اللي رفض يبيع فلسطين، وكان ليه كلمة مشهورة جدا، فلسطين مش ملكي عشان اتنازل عنها.